معلش يا ابني، معلش اعطيها. يا ابي شو معلش؟ شو معلش؟ هلا اذا اخذت 25,000 بكره بتقول لك اعطيني 50 وبعد ما نبت لك هات 100. لك يا ابني اختكم وقعت مصيبه وبلا ما نكون نحن والزمن عليها. يا ابي هذا محل يعني ورقه وقلم، اذا قصر من هون بيبين من هنيك، وانت سيد العارفين. مزبوط. بعدين يا ابي مو نحن اللي وقعنا هذه المصيبه؟ لك يا ابني المصيبه وقعت وخلاص، واختكم الله يعينها. الله يعينها ما اختلفنا، بس مو تاخذنا لمصيبه ثانيه. طيب روق روق، هي بنتي مثل ما انتم ولادي. يا بي نحن عم نشتغل بالمحل، عم نقلب الشغله مو هيك. بعدين مو هي اللي جابت المصيبه لراسها؟ مو هي حبته للافندي وتجوزته وبطخته؟ بمعنى المعنى مو هي تخبص ونحن ندفع الثمن. طيب خلاص خلاص انا برد لكم 25,000. ليش يا بي انت منين عم تجيب؟ ما كله تعبنا. والله قلبي مكسور على البنت، اتركوها لمصيبتها. ليك يا بي الله يخليك. مو وقته، بنحكي بعدين. ماشي. مرحبا. هلا. بدي 10 قطع جاتو لو سمحت. مروح حط له 10 قطع جاتو دخيل عينك. اهلا وسهلا.